في المقابل حذر خبراء عراقيون من موجة غلاء ستضرب أسواق الغذاء في مختلف أنحاء العالم، وقد تعني ارتفاع أسعار السلع الأساسية لثلاثة أضعاف. الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي قال أن على بغداد إقرار قانون الأمن الغذائي الذي لا يزال محل جدل بين الأحزاب، لأنه جزء بسيط من تأمين احتياطات ضرورية جدا في الخزينة الغذائية. شرع العراق القانون، لكن شرع بطريقه ماليه وليس بطريقه اقتصاديه، بوضع خطه مثلا لتجاوز الازمه القادمه. اليوم لا توجد ازمه حاليا، الازمه ستكون قادمه، ستظهر عام 2023 عندما يبدا التعاقدات الجديده، وستتخلى جميع المنتجين عن تزويد العراق باحتياجاته الاساسيه او سترتفع بشكل ملفت للنظر. العراق حاول ان يحل المشكله بقانون تشريع الامن الغذائي بتخصيص 1.5 مليار دولار للامن الغذائي، عباره عن مفردات البطاقه التموينيه وسد سد مستحقات الفلاحين للأعوام الماضية. لكن الأمن الغذائي ليس هو تخصيص أموال بقدر ما هي وضع خطة لزيادة الإنتاج أو التعاقد مع دول لحصر إنتاجها، كما فعلت السعودية الآن تحاول أن تبرم عقد مع العراق لاستثمار 2 مليون دونم داخل العراق لإنتاج محاصيل زراعية، وما زال هذا العقد معطل محاولة منها لتأمين الغذاء للمرحلة القادمة. الأزمة الغذائية بدأت تظهر في العالم، بدأ تراجع الإنتاج عالميا، بدأت ارتفاع الأسعار، أن ارتفاع الأسعار بدأت منذ عام 2020 بدأت ترتفع بشكل تدريجي، لكن الأزمة الأوكرانية سارعت، ربما في عام 23 في عام 24 سترتفع الأسعار 200 و300%، لن يستطيع هذا المبلغ البسيط الذي خصصه لسد احتياجات شهر أو شهرين من احتياجات العراق، خاصة الزيادة السكانية باستمرار، ربما سيصل نفوس العراق 42 مليون نسمة خلال عام 2023، فهنا يحتاج زيادة بالتخصيصات المالية. من جهته قال الخبير الاقتصادي يحيى الملاح أن حكومة بحاجة إلى تفويض نيابية لإقرار قانون موازنة، لأنها عاجزة حاليا عن إدخال أي تحسين على الاقتصاد أو دفع برامج تخفيف الفقر ودعم مشاريع لخلق الوظائف. جدا 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 مهم إرسال الموازنة، لأن الموازنة هي التي تنظم حركة الدولة العراقية وتقدم الخدمات للشعب. من دون الموازنة لا يمكن أن تحريك أو تشغيل الموازنة الاستثمارية، لأن الموازنة تشمل موازنتين، موازنة استثمارية وموازنة تشغيلية. موازنة تشغيلية حاليا تصرف 1/12 من ميزانية موازنة السنة الماضية، فأي تجديد غير ممكن. أما من الناحية الاستثمارية فسوف تكون متوقفة نهائيا، تنتظر الموازنة الجديدة. وكل فعل خيرا البرلمان عندما قرر أن يتخذ قرارا استثنائيا ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء الحالي بأن يرسل الميزانية إلى البرلمان ليتمكن البرلمان من قرها من إقرارها وإعادتها إلى مجلس الوزراء لكي يتمكن من تنفيذها.